طب المعلق الذي ذكره البخاري من وصله؟ المعلق الذي درسناه وقرأناه الآن من وصله؟ تفضل. معلق من وصله؟ أيوة، عرف الرواة بداية. من؟ لكن في الإسناد أبو صالح. نعم، أبو صالح كاتب الليث يعني ضعيف. نعم، كما قال أخونا رواه الطبري في جامع البيان في الجزء السادس صفحة 360 تحت آية 3 من سورة النساء، فقال حدثنا المثنى، حدثنا أبو صالح، قال حدثنا الليث، قال إلى آخره، وذكر في نحو حديث يونس عن ابن وهب. إذن هناك متابع يونس عن إيش؟ ابن وهب. فمن هذا الطريق فيه أبو صالح، لكن هناك طريق آخر وهو يونس عن ابن وهب. وحديث يونس في الصفحة السابقة من تفسير الطبري، فبالتالي حصلت المتابعة وحصل إن شاء الله ما يعضد وعلي. فوصل الإمام البخاري وذكره فهذا صحيح إن شاء الله. طيب،